مرحبا، شكرا متابعتكم تك ميشن. ايه هذا الشيء اللي جنبي هو دي جي اي ار اس 4، احدث جيمبل من دي جي اي اليوم واحدث جيمبل بالعالم اليوم. وايه نحن عم نكون من اول مجموعه قنوات حول العالم عم تقدم هذا الجيمبل. نشكر دي جي اي كمان مره على ثقتها الكبيره بانه تختارنا نكون اول قناه عربيه بتقدم منتجاتها على الاطلاق للجمهور، لإلكن يعني. وبناكد لكم وبنوعدكم انه هذا الفيديو ما سبونسرد، دي جي اي ما دفعت لنا، وكل راي او مديح او ذم رح تشوفوا بهذا الفيديو هو راينا المباشر من دون اي تدخل من دي جي اي. تابعونا. فإذا دي جي اي ار اس 4 الجيل الرابع من الجيمبل الشهير من دي جي اي اللي كان بيحمل اسم رونن ولساته بيحمل اسم رونن. اذا بدي فرجيكم اياه على هي الجهه اسم رونن ما زال موجود، لكن دي جي اي عم تعمل البراند ار اس 4. دي جي اي ار اس 4 هذا الشيء شفناه من الار اس 2 اكشلي، ار اس 2 وار اس 3، ربما من الار اس 2 كان هذا الاسم، لكن اليوم نحن عندنا ار اس 4 الجيل الرابع وفي تحديثات كتير مهمة. يمكن كتار بيقولوا انه شو لسه العالم رح تضيف على الجيمبل، ايه في شوية قوة اكتر بالموتورات وفي شوية توازن اكبر وفي شوية سهولة اكتر بالتعامل مع الشاشة لانه اكبر بشوي، اكبر من الجيل الثاني. من الجيل الثالث هي نفس الحجم 1.8 انش، لكن شو ممكن نضيف؟ عنا الفوكس موتور، عنا الريفن اي، عنا الكنترول سيستم، عنا الوايرلس سيستم، كل هدول القصص شو رح تعمل دي جي اي اكتر؟ الحقيقة اللي عملته دي جي اي هو استجابة للشيء الموجود اليوم بحول العالم واللي هو التصوير العمودي، والتصوير العمودي بهالجيمبل هذا بالتحديد ميكانيكي بضغطة واحدة. سهل جدا انه يقلب الجيمبل من وضعية التصوير الافقي لوضعية التصوير العمودي. هذا الشيء شفناه بالار اس 3 ميني، كان تقريبا سهل، ما كان سهل تمام الحقيقة، ضل عندي فترة طويلة الار اس 3 ميني، كنت دائما لخبط كيف بدي ارجع اعمله بالوضعية العمودية او الافقية، لكن اليوم بضغطة كتير بسيطة بنقلب الكاميرا من الوضعية الأفقية للوضعية العمودية. ما تفهموني غلط، هذا مو التحديث الوحيد على هذا الجيمبل، في تحديثات كتيرة تانية مهمة، في تحديثات على الموتورات، على السيستم، على السوفتوير، حتى يعني على الشكل العام، على شوية تفاصيل صغيرة هون أو هون رح تشوفوا تحديثات. لكن الشيء الأهم إنه نحن ما زال في عنا الرونن، ما زال في عنا الجيمبل الأكثر موثوقية بالعالم واللي كلياتنا يعني فيكم تقولوا لي انتوا شو تستعملوا جيمبل، اكتبوا لي بالتعليقات. انا شخصيا استعملت رونن واستعملت جيون والاثنين بحبهم، يعني بحبهم جدا. الويبل اس استعملته فتره، الويبل 2 استعملته فتره، لكن الرونن كان دائما له مكانه خاصه بقلبي. فلذلك نحن في عنا الجيل الرابع من الشيء اللي نحن اصلا بنحبه كتير وبنوثق فيه كتير اللي هو الار اس 4. بالبدايه خليني اعرفكم على تفاصيله بالشكل الخارجي وعلى شو بيجي معه بالعلبه. الكومبو هذا ار اس 4 كومبو وليس الار اس 4 برو، ار اس 4 كومبو رح نشوف شو بيجي معه بالعلبة ورح نتعرف على شكله بشوية تفصيل. قدامي هون مثل ما كن شايفين مجموعة الاكسسوارات اللي بتجي مع الجيمبل، جزء منها بيجي جزء من الكومبو الدي جي اي ار اس 4 كومبو اللي بتشتروه بصندوق واحد، وجزء تاني تشتروه اكسترا اذا كنتوا محتاجينه، ورح اخبركم عن كل قطعة من هدول القطع اذا كانت بالكومبو او لا. اول شيء هذا هو الجيمبل، بعد شوي صغيرة رح احكي لكم عن كل تفاصيله. خلنا بالاول نخلص من الاكسسوارات. اول شيء في عنا الترايبود ماونت، كتير سهل، شيء بنعرفه تماما بكل الجيمبلز تبع دي جي اي مشان يوقف الجيمبل بسهولة مثل ما كن شايفين. الاكسسوار الثاني هو الفوكس موتور، مثل ما كن شايفين الفوكس موتور مؤلف من ثلاث قطع. اول شيء الفوكس موتور بيجي مع الكومبو، يعني هو جزء من الكومبو، اذا ما اشتريته الكومبو هو بيجي لحاله كمان ببوكس مستقلة مثل ما كن شايفين في القطع الثلاثة اللي قدامنا. بس جوا الكومبو كمان بتلاقوه، هو عبارة عن بيز بليت. الموديل الماضي كان في عنا البيز بليت الأصلية وكان في عنا قطعة تتركب عليها، هلا لا، هلا في طريقة أذكى اللي هي إنه في عنا بيز بليت مختلف تماما لما بدنا نستخدم الفوكس موتور، لأنه أساسا في هي الفتحة لحتى يدخل فيها الراج ومنثبتها بهذا الشكل. بعد هيك بنثبت الفوكس موتور ذات نفسه على الراد، وفي هون المسننات اللي بتركب على العدسة، عدسة السينما اللي عندك اياها اللي فيها مسننات. هلا في شيء انه اذا كانت العدسة تبعتنا ما انا عدسة سينما وما فيها مسننات، دي جي اي عم تبعت لنا هذا الفوكس جير. هذا الفوكس جير فينا نركبه على اي عدسة، لا على التعيين، على الفوكس رينج او على الزوم رينج. مجرد ما ركبناها بصير فينا نستخدمها مع الفوكس موتور مثل ما كنتم شايفين.
كمان مع الفوكس موتور سيت في عنا هي اللي هي اللينز سبورت. الاكسسوار التالي هو هذا الارم بيتركب على الجيمبل بهذا الشكل لحتى يصير الجيمبل بينحمل عرضانيا بهذا الشكل. هون في عنا سنة صغيرة هي لازم نخليها من تحت مشان ما يوقع الجيمبل بالغلط. إذا ما بدك تستخدم هاي الأرم فيك تحطها على جنب، فيك تستخدم هدول. هاي المجموعة اللي بتعمل عنا الأرمز الجانبية بتخلينا نستخدم الجيمبل بالإيدتين. لما منركبهم كلهم بيكون شكل الجيمبل هيك. هاي اللي بنستخدم فيها الجيمبل بالإيدتين، هالمجموعة هاي اسمها التويست جريب هاندل، تويست جريب ديوال هاندل، وهي ما جزء من الكومبو، هي بتجي لحالها بهي الكرتونة مثل ما كن شايفين. اخر اكسسوار رح فرجيكم اياه هو هاد. اذا كنا عم نستخدم الجيمبل هاند هيلد او لفترات طويله فينا نبدله القبضه. هاي القبضه الصغيره وهي القبضه الكبيره. بنحط القبضه الكبيره فيها بطاريه بتعيش اكثر اولا، وثانيا بتخلي استعمال الجيمبل اسهل لانه في عنا مساحه اوسع نمسكه فيها مثل ما كنتم شايفين. بالاضافه لهدول الاشياء في عنا اكسسوار اضافي خليني افرجيكم اياه، اللي هو دي جي ايرونن تيثرد كنترول هاندل. هي عباره عن هاندل اضافيه، خليني افرجيكم اياها. هي هاندل اضافيه عليها كنترولز بس ما عليها شاشه وما فيها بطاريه. بنوصلها على الهاندل الاساسيه بهذا الكابل. بمجرد ما وصلناها على الهاندل الرئيسي بصير فينا نتحكم بالجيمبل والكاميرا من الهاندل الاضافيه. هي اذا كنتوا عم تصوروا مع حدا تاني عم بيساعدكم بالتصوير مو عم تصوروا لوحدكم. هذا هو الجيمبل مثل ما كنتم شايفين. بنبلش من تحت، عندنا هون ترايبود بيز بنثبت عليه الجيمبل. هي هي القبضه، القبضه بتنفك طبعا مثل ما كنتم شايفين. من هون بنشوف مستوى البطارية، هي القبضة هي نفس البطارية تبع الجيمبل. من هون بنثبتها على الترايبود، ومن هون بنشحنها من USB-C. خياريا إذا حبينا فينا نبدلها على قبضة أطول، مثل ما كنتم شايفين الفرق كتير كبير بالطول وبعمر البطارية أيضا. خلينا نرجع نركب الجيمبل. هون المحاور، محور 2 3، كل محور في عنده قفل. قفل المحاور مهمته كتير مهمة مشان يمنع انه يتحرك اثناء نقله، وبنفس الوقت بهذا الجيمبل وبالجيمبل اللي قبله الـ RS3، يعني RS3 و RS4 لما منشغل الجيمبل المحاور تنفك لوحدها والجيمبل بياخد وضعيته تبع التصوير تلقائيا. هون مثل ما كنتم شايفين في عنا البيز بليت، نحن مثبتينه هلا بوضع التصوير العمودي. هون في عنا القفل تبع القبضة. من هون في عنا انترفيس نستخدمه لحتى نوصل الاكسسوارات. هذا السويتش بيخلنا نغير وظيفة الجويستيك. بهالشكل هي جويستيك، وبهالشكل تتحكم بالكاميرا. من الجهة الثانية عنا زر التشغيل، ضغطة طويلة على زر التشغيل بتشغل أو بتطفي الجيمبل، ضغطة واحدة قصيرة بتخلي الجيمبل يقفل المحاور من دون ما يفصل ويطفي تماما. هذا الشيء بيساعد على تحريك الجيمبل من مكان لمكان جوا السيت من دون ما نضطر إنه نطفيه ونرجع نشغله. هذا السويتش هو السويتش تبع المودز، مثل ما كنتم شايفين Pan Tilt Follow، Pan Follow، FPV. من هون كمان في عنا مونت للتثبيت بس ما في انترفيس. من الأمام في عنا الشاشة، الشاشة بتعطينا عمر البطارية وبنتحكم عن طريقها بكل الإعدادات. بالإضافة للشاشة في عنا زر M، زر M بيعطينا وضعية السبورت، وإذا ضغطنا ضغطتين على التريجر أثناء ما نحن ضاغطينه بيثبت على وضعية سبورت. بنضغطه مرة ثانية وضغطتين بيشيل وضعية سبورت. هذا زر التسجيل، إذا كنت واصل الكاميرا بالجيمبل بالبلوتوث أو بالكابل بإمكانك تبدأ التسجيل وتوقفه من هون. وهي الجويستيك بنحرك فيها المحاور. مثل ما كنتم شايفين بالتصميم الخارجي ما في فروقات كبيرة عن النسخة السابقة اللي هي الـ RS3. هذا الـ RS3
الفروقات مانا كبيرة باستثناء الحديث عن التصوير الأفقي والعمودي اللي هو هون صار أسهل بكتير، لكن فيما عدا ذلك يعني في عنا فروقات كتير صغيرة ربما بقياس الارم وأكثر من هيك، ما في عنا شيء أساسي أو كبير لحتى نحكي بالشكل الخارجي. وحتى بالمواصفات الفروقات مانا كتير كبيرة بين الRS3 والRS4، أفضل عند الRS4 بشوية تفاصيل. خلوني أحكي لكم عن هي التفاصيل مثل ما كتبتها DJI بسلسلة المواصفات، وبعد هيك بنحكي عن رأينا نحن فيها وعن تجربتها المباشرة. بالمواصفات الجيمبل عم يجي مع بطارية 3000 ملي أمبير ساعي، عم تكفينا 12 ساعة بوضع الثبات، طبعا هذا الاختبار القياسي اللي بتعمله DJI. أما على أرض الواقع فبيختلف الموضوع على حسب الحركة اللي أنت عم تعملها. بعتقد أنه فيك توثق أنه رح يكفيك حوالي 4 ساعات بالتصوير المتواصل بالحركة المتواصلة من دون أي مشكلة. البطارية بتحتاج حوالي ساعتين ونص للشحن، وهذا الحكي على البطارية القياسية مو على الجريب الأكبر. الوزن اللي بيقدر يشيله الجيمبل وهي نسخة RS4 مو RS4 Pro هي 3 كيلوغرام. الجيمبل بيدعم Raven Eye ورونن Image Transmitter وأي أكسسوار من دي جي آي. شيء مميز كتير بهذا الجيمبل بهذا الجيل الرابع واللي بيخليه مختلف عن الأجيال السابقة كلياتها ما عدا الRS3 ميني، لأن الRS3 ميني كان فيه الميزة إنه الاتصال بين الجيمبل والكاميرا بيتم عن طريق البلوتوث وليس عن طريق الكابل. فينا نوصل عن طريق الكابل، بتعطيني تحكم أكبر ببعض الإعدادات الأخرى، فينا نتحكم بالISO وغيره عن طريق الويل، لكن إذا بدنا نتحكم بالأساس بالتشغيل والإطفاء فالوصل عن طريق البلوتوث كتير سهل، وخصوصا مع كاميرات سوني عم بيكون وصل كتير سهل وفعال وماني مضطر إني أوصل كابلز أبدا. هي الكابل اللي أنتوا شايفينه هذا وصول على الموتور على الفوكس موتور، لاني عم استعمل مانيوال لينس معه، بس رح تفرجيكم المانيوال لينس كيف يكون شكله معه مع الفوكس موتور، لكن عمليا انت ما مضطر توصل اي كابل بالاساس، انت بس بتحط الكاميرا وبتصور، وكل مره الكاميرا بتتشغل والجيمبل بتشغل جنبها بيتصلوا ببعض اوتوماتيكيا، بتعمل بيرنج مره واحده فقط. بالنسبة لموازنة هذا الجيمبل سهلة جدا، خصوصا مع اللوك تبع المحاور وبنفس الوقت مع البكرة الصغيرة بتخلي تحريك الكاميرا الأمام والخلف كتير سهل. شوفوا عملية الموازنة كتير سهلة وكتير مباشرة. بالنسبة للموازنة محتاجين نوازن المحاور الثلاثة مثل أي جيمبل، رح نوازنه مع كاميرا سوني A7C2 مع الكيش تبعه، ما عم سهل عليه الموضوع، الكيش حديدي ووزنه منيح، مع عدسة 24 ملم فتحة 1.4 جي ماستر. طبعا هو بيشيل لحد 3 كيلو، وبالتالي فيكن تستخدموا أشياء أكثر، يعني فيكن تستخدموا كاميرا أكبر وعدسة أكبر، لكن حاليا بس لغرض الموازنة يعني لحتى تكون الكاميرا صغيرة وما تأثر على الرؤية رح نستخدم هاي الكاميرا. طبعا في البيز البيز بليت، هذا البليت نحن فينا نركبه على الكاميرا مباشرة من دون الكيج المعدني طبعا، لكن باعتبار أنا حطت الكيج، الكيج هو أركا سويس والبليت هو أركا سويس، وبالتالي فيني استغني عن البليت بشكل كامل. قبل ما أحط الكاميرا راح أخلي المحاور بالوضعية السليمة للموازنة واللي هي بهذا الشكل. طبعا بالوضع الطبيعي الكاميرا بتكون بهذا الشكل، الجيمبل بهذا الشكل، هو جاهز للموازنة. لحتى احط الكاميرا رح شيل البيز بليت، حط الكاميرا عليه ورجع. طبعا لو بكون عم بستخدم البليت اللي اجا مع الجيمبل ماني مضطر اني اعمل هذا الشيء لانه بيركب عليه من دون هي الخطوة. طبعا هلا انا قافل المحاور الثلاثة، بنخلي المحورين السفليين مقفولين وبنحرر المحور الاعلى. هون مثل ما كن شايفين غير متوازن تماما، فرح نرجع الكاميرا للخلف. هون طبعا بيجي دور هاي البكرة الصغيرة اللي هون اللي بتساعدنا كتير بعملية الموازنة الدقيقة بسهولة مثل ما كن شايفين. هذا المحور محتاج موازنة أفقية أيضا مثل ما كن شايفين، مو متوازن أبدا. تمام هيك صار متوازن. بعد ما بوازنه أفقيا برجع الوضع العمودي وبتأكد أنه لسه متوازن مثل ما كن شايفين فقد التوازن. أنا هيك هذا هو الترتيب اللي بمشي عليه بالعادة. إذا حابين تعرفوا ليش اسألوني بالتعليقات وبشرح لكم بريل على إنستغرام. هذا المحور صار متوازن بهالوضعية ومتوازن بهالوضعية، بقفله وصار جاهز. بنتقل على المحور الثاني اللي هو الرول، غير متوازن مثل ما كن شايفين، محتاج جيبه لهي الجهة. تمام هيك صار متوازن. تمام بعدين في عنا محور البان،
المحور هذا في طرق كتيرة لحتى نوازنه، لأن الطريقة اللي أنا بحبها هي عملية التمييل الصغيرة. مثل ما كنتم شايفين هو متوازن درجة كبيرة، خليني أشوف إذا كان مانو متوازن كيف رح يصير. هيك هو يلف على اليمين، يعني لازم أخلي الأرم أطول، وإذا بالعكس لف على اليسار لازم أخلي الأرم أقصر. الهدف هو إنه ما يلف على اليمين أو على اليسار لما بميله 15 درجة بهذا الشكل. هذا بالنسبة لي متوازن. بعد هيك اللي بعمله إني برجع المحاور وضعية القفل تبع التخزين بهذا الشكل، بشغل الجيمبل وبعدين بروح بالقائمة على التوازن وبختار الاوتو كاليبريشن اوتو تيونينج ستارت. بيعمل هدول الاهتزازات شوي، هذا شيء كتير طبيعي، بتسمعوا اصوات كمان، هو شيء كتير طبيعي. وبعدين لما بينتهي بيقول لي انه خلص كاليبريتد وصار متوازن. مثل ما كنتم سامعين بيعمل شوية اصوات، هذا شيء كتير طبيعي. خلص جيمبل كاليبريشن كومبليت، هلأ صار متوازن تماما. متوازن 100%. وهي هي طريقة الموازنة. قبل ما نختم طريقة الموازنة في شيء لازم نقوله، إذا غيرنا من الوضعية الأفقية للوضعية العمودية ما حيضل الجيمبل متوازن، لازم نرجع نوزنه من جديد. طبيعة الحال بتختلف الأوزان وبتختلف الطريقة. طريقة الموازنة بالوضعية العمودية نفس الطريقة تماما. لحتى نغير من وضعية التصوير الأفقي ووضعية التصوير العمودي، المسألة كتير كتير سهلة اليوم. بيكفي إنه نفك هاي القفل، نضغط هذا الزر، منطلع البليت كلها، بعدين منرجع البليت ببساطة بالوضعية العمودية ومنشد القفل. بهالبساطة صارت الكاميرا بالطول. طبعا في شيء مهم هون، انه الكاميرا صعب تكون لساتها متوازنة، مثل ما كنتم شايفين محتاجين نرجع نوازنها بعد ما نحولها للوضعية العمودية، لانه صعب تكون متوازنة بسبب اختلاف توزع الوزن. لكن هون مثل ما كنتم شايفين، خليني اعمل لها موازنة سريعة. وهلأ بعد الموازنة بنشغل الجيمبل مثل ما كنتم شايفين، صرنا عم نصور بالطول وبمنتهى السهولة وبطريقة ميكانيكية وبطريقة ثابتة وبطريقة موثوقة. من أهم النقاط أيضاً اللي بلشت بالجيل الماضي بالـ RS3 وما زالت موجودة هلأ هي الأوتو لوك، وأنا شخصياً كتير بحبها لهي الميزة، وما تتخيلوا قديش هي الميزة مهمة أثناء التصوير. خلني بس عم رجع الشاشة على مكانها. بمجرد ما قفلنا، بمجرد ما طفينا الجيمبل بيقفل، بيدور على وضعية الحمل. هلأ صار حمل الكاميرا كتير سهل، بيدور على وضعية الحمل وبيقفل المحاور بشكل أوتوماتيكي. منشغل الجيمبل، ترجع المحاور الوضعية الطبيعية لوحدها. مو بس هيك، نحن كمان إذا كنا يعني بدنا نرتاح شوي صغيرة من دون ما نطفي الجيمبل بشكل كامل، بكفي ضغطة واحدة بس على زر التشغيل صارت المحاور مقفولة. لأن المحاور مقفولة صار فينا نحمله ونمشي فيه من دون حتى ما نطفي الجيمبل. ضغطة تانية ترجع المحاور بتشتغل وبيرجع الجيمبل شغال. هي نقطة كتير مهمة، بلشت بالـ RS3 وما زالت موجودة بالـ RS4، وأنا شخصيا بعتبرها من أهم النقاط اللي عملتها DJI. نقطة أخرى بلشت بالـ RS3 وأنا شخصيا كتير بحبها، كتير كتير بحبها، وكانت موجودة بجيون ما كانت موجودة بـ DJI، ومن الـ RS3 صارت موجودة، هي تغيير المود عن طريق السويتش خارجي. كنا دائما لما بدنا نغير المود، تغيير المود محتاجين انه مرات بسرعة ونحن عم نصور بدنا نروح على المنيو نغير المود أو نضغط الام مرة ورا الثانية حتى نعرف وين نحن. هلا ببساطة بالسويتش صار فينا نغير بين المودات الثلاثة. إذا كنا بدنا مود آخر اللي هو اللوك، بنضغط التريجر وبنخلي ايدنا عليه، بعدين بيظهر لنا على الشاشة إنه إذا كبست على الشاشة بتضل وضعية اللوك. أنا شخصياً بستعمل وضعية اللوك كتير، وبالتالي هذا الشيء بيهمني. وأيضاً الوضعية الرياضية، إذا ضغطنا الأم وخلينا ضلينا ضاغطينه شوي صغيرة بيخبرنا إنه إذا بتحبوا دبل بريس التريجر تو كيب إت إن ذا سبورتس مود، وهلأ صار موجود بالسبورتس مود.
شو هي الوضعيات اللي فينا نصور بالجيمبل باستخدامها؟ اول شيء في عنا الوضعيه الطبيعيه، هي انه نمسكه بالايدتين قدامنا. بهالوضعيه هي ربما من الجيد انه نستخدم الايد الاطول، الايد الوتريه الاطول. عم تبعتها دي جي اي، بعثت لنا اياها دي جي اي كجزء من الكومبو. هذا المقبض الاطول بيخلي الوضعيه اريح بكثير، بيخلي مسك الجيمبل اريح بكثير، وما لنا مضطرين انه نعمل الشيء اللي بنعمله كلياتنا، هو انه نمسكه من الترايبود، من الميني ترايبود اللي تحت بوجود المقبض الاكبر. الوضعيه الثانيه هي الاندر سلانج. طبعا هذا الاندر سلانج هو التصوير بالبريف كيس بوزيشن، يعني هي بيكون الجيمبل تحت، بنكون قريب من الارض وماسكينه نحن من فوق. هذا الشيء بنستخدم له الايد الخاصه اللي بتجي معه بالكومبو، او اذا كان في عنا المقبضين مع بعض ايضا الجهه اليسرى منه ممكن تتحول للايد الخاصه. وطالما ذكرنا المقبضين فينا نستخدمه بالايدتين، وهذا الشيء بيعطينا الحركه انعم بكثير واسهل بكثير، وقدره على السيطره على حركه الجيمبل، خصوصا البان بالتحديد، لانه بالايدتين فينا نعمل بان اسهل بكثير من وابطا بكثير من انه نكون ماسكين الايدتين على مقبض واحد. هدول المقبضين ما بيجوا مع الكومبو، لكن فيكن تشتروهم بسهولة، وحقيقة استخدامهم سهل كتير. استخدام اخر هو على المونوبود لحتى نقلد الجيب موفمنت. هي طريقة انا شخصيا بحبها كتير وبستخدم لها اللوك مود، وقلت لكم قبل شوي انه انا بيهمني اللوك مود، فاللوك مود بهي اللقطة كتير مهم. وبكل واحدة من هدول الاستخدامات فينا نستخدم الكاميرا افقيا او عموديا بفضل التكنولوجيا البسيطة جدا. يعني كتير كتير بحب انا التكنولوجيا البسيطة، ما بدها القصة كتير تعقيدات، خلص بنفك الارم بنحطها بالجهة الثانية، خلصت القصة، صرنا عم نصور عموديا. طبعا بالنسبة للفوكس موتور هو فينا نستخدمه للفوكس او للزوم على حسب انتم شو حابينكم تعملوا. انا طبعا بستخدم الاوتو فوكس كل الوقت، عندي كاميرات الاوتو فوكس A93 مثلا، عندها افضل اوتو فوكس بالعالم، وبالتالي ما رح احتاج المانيوال فوكس ابدا. لكن اذا عندك عدسات مانيوال او سينمائية وبتحب انك تستخدمها مثل هي مثلا 35 مليمتر بالسينما لاين تبع سامياج، فيك تستخدم الفوكس موتور تبعه. استخدامه كتير سهل، تركيبه كتير سهل، وحتى الكاليبريشن تبعه بيتم بضغطة بسيطة، وكتير سهل انك تستخدمه، ما بيعزبك نهائيا، وانا مبسوط جدا منه. هو نفسه ممكن نستخدمه كزوم. طبعا اذا العدسه اللي عندك ما فيها هدول المسننات، دي جي اي عم تبعت لك ايضا فوكس جير بنسميه، ممكن تربطه على العدسه، وممكن تشتري هذا الشيء من امازون او من اي مكان، وبقياسات مختلفه او بالشكل اللي بيسمح لنا انه نغير القياس على حسب الحاجه. شو ضل انه نحكي؟ ضل انه نحكي انه الجيمبل هو اداة تثبيت. هلأ رح تسألوني كلكم عن التكنولوجيا الاخرى اللي موجودة، الريفن اي والوايرلس ترانسميتر والمقبض اللي بتحكم بالجيمبل وبالكاميرا سوا، كلهم هدول ادوات برودكشن كتير كتير مهمة وكتير كتير عالية. لكن الا اذا كان في عندك انت كرو كامل، اذا حدا عم بيصور وحدا عم يعمل فوكس وحدا عم يعمل الاخراج وحدا عم يعمل هيك، هدول الادوات ما رح يفيدوك بالاساس. اذا انت مصور وحيد او مصور شخص واحد عم تستخدمه لتصوير المناسبات، الاعراس، الحفلات او المنتجات او الفعاليات او المطاعم او اي شيء من هذا النوع، انت مشغل واحد وبالتالي بدك ابسط صيغه ممكنه. والشيء اللي بحبه بالار اس 3 انه بيعطيك ابسط صيغه ممكنه، بتحط الكاميرا بتوازنها بتشغله بنوصل بلوتوث، خلصت القصه، ما بده تعقيد باي شكل من الاشكال. وبنفس الوقت عنده ثبات عالي وعنده تحكم كتير جيد وعنده كل شيء نحن بنتمناه اليوم بجيمبل حديث. شكرا لتابعتكم هالفيديو اللي ان شاء الله كان مفيد وممتع بالنسبة لكم. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتتابعونا على حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي والروابط بالشرح تحت، وايضا على قناتنا الانجليزية، ورح ننزل معاينة لهذا الجيمبل قريبا على قناة الانجليزية ايضا. وانا بشوفكم بالفيديو القادم. And cut.